يعني بشكل معقول. جايه وجايبه الميزانيه معايا بال 3000 بنفس الرقم اللي قالوا نفس الرقم 3000 جنيه. والناس هتاكل يوم بتاكل كمان نص الشهر لحمه وفراخ وسمك والناس هتتشهيص اخر الشهر. ده 3000 جنيه ده بسم الله سمي الله بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اهم حاجه نربي الاسره زي ما حضرتك ما قلت بلاش احباط. احنا بحب مثل جميل قوي عندنا شعبي مصري اصيل بيقول ايه لاقيني ولا تغديني. طيب قابلني كويس ما تاكلنيش يعني انا اتفائل وفي 3000 جنيه دخله يا فندم يلا اشرحي لي بالورقه والقلم ومن الاسعار. متشوق للدخول في الموضوع. خلينا نقول ان احنا طبعا خلينا نبقى متفقين ان الميزانيه بتختلف من اسره لاسره ده ما فيش اختلاف فيه وكل واحد ليه بعض الوجبات الغذائيه اللي بيفضلها. واحنا عارفه افراد اسرتي زي ما فضلت الشيخ قال انا مش بتفاجئ. طيب. انا افراد اسرتي انا عارفه هم بيستهلكوا قد ايه وهم بيحبوا ايه. طيب. احنا هنحط كده بس ده مثال كخطوط ارشاديه تمام ومن واقع الاسعار بالمناسبه. يعني خلينا نقول ان انا عندي اساسيات خزين هنجيب منظفات هنجيب حاجات من السوبر ماركت هنجيب لحوم ودواجن واسماك وهنجيب خضار وفاكهه تمام كده. البيت هيحتاج حاجه تاني معلش تاني كده حضرتك تاني معلش قلتهم بسرعه معلش تاني كده الله يكرمك. اساسيات الخزين وهنقول بقى بالتفصيل هعدي لحضرتك الارقام على طول ماشي. وبعد كده هقول لحضرتك كل رقم ده بكام بالظبط. يلا اساسيات الخزين هيبقى عندي هعتبر طبعا ان حضرتك عندك في الاسبوع 7 ايام هتاكلي كل يوم لازم كربوهيدرات يا اما يوم هتاكلي رز يوم هتاكلي مكرونه يوم هتاكلي وجبات بالعيش صح كده تمام. فانت حضرتك الاساسيات الخزين هتبقى ب 435 المنظفات 115 جنيه السوبر ماركت 700 جنيه اللحوم والدواجن والاسماك وانا كلمكم في نص كيلو لحمه بعد ما كنت شايلاه بس قلت مش مشكله قلت يلا خليها عليا المره دي 1100 جنيه الخضار والفاكهه ب 650 جنيه. طب هنمشي الدنيا دي ازاي؟ خلينا بقى نقول الاساسيات دي ببنود والاسعار والكميه زي ما احنا قلنا هنمشي لو سمحتوا يا جماعه بعد اذنكم احنا كمستهلكين عاطفيين وهم بيلعبوا على المشاعر وفي الاخر محدش هيجي يدفع لك ما حاكى جلدك ما حاكى جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك. نعم. محدش هيقول لك اتفضل تعالى انت كتر خيرك استهلكت تعالى هنديك شويه كمان نديك مكافاه ولا احنا في تنافس استهلاكي جارتي جابت ايه اجيب زيها واكتر منها. اللي يصلح لي لا يصلح لغيري. طيب. واللي يصلح لغيري لا يصلح لي. اساسيات نبقى ماشيين بيها والرضا ده اهم حاجه وتسمي الله والاله في قريش الى فهم رحله الشتاء والصيف. والله العظيم عاوز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور احنا في مره من المرات بالمناسبه قبل ما ابتدي بس قبل ما عشان الناس كده يعني هتبتدي ان هي تتحمس معايا. مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده. احنا اتفاجئنا على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا دول ان في واحده دكتوره اسمها روضه حمزه وهي مدرسه اقتصاد منزلي بجامعه حلوان جايه بتصريحات غريبه جدا وانتشرت على السوشيال ميديا وهي كانت بتقول ازاي تعيش ب 3000 جنيه في الشهر. طبعا التصريحات عملت ضجة على السوشيال ميديا ومين اللي يقدر يعيش ب 3000 جنيه في الشهر يا جماعة. هي بتقول عملت حسبة كده بسيطة وبتقول 435 جنيه للخزين مش عارفة برضو يعني جابتها ازاي للخزين دي من 100-150 جنيه للمنظفات 700 جنيه مشتريات سوبر ماركت 700 جنيه مشتريات سوبر ماركت ده للشهر كله. خلي بالكم هي بتتكلم على الشهر مش على اسبوع لا هي بتتكلم على الشهر. 1100 جنيه لحوم ودواجن واسماك خلي بالكم 650 جنيه خضار وفاكهه ده ايه ميزانيه شهر كامل. هي ما قالتش بقى اسره مكونه من كم فرد يعني ده كم فرد بتتكلم عنه يعني واحد مثلا يعني انا من وجهه نظري ده واحد مش اربعه خمسه يعني انت بتتكلمي عن اسره والأسرة مش أقل من كام؟ تلاتة؟ الأسرة مش أقل اسمها أسرة أسرة يعني تلاتة أربعة خمسة تلاتة فيما فوق. إنما الأرقام دي لفرد واحد ده غير بقى مصاريف العلاج والمدارس والمصاريف التانية. فيا جماعة تصريحات مستفزة طالعة في وقت حرج. فطبعا التصريحات دي عملت ضجة على السوشيال ميديا ده غير كمان كلامها عن مثلا فطار السندوتشات الصبح العيال ياخدوا ايه الصغننين رايحين المدرسه بتقول عسل اسود يعني عسل اسود هيحطوه ازاي في السندوتشات عسل اسود يعني غير كلامها كمان يعني الغير منطقي يعني هي دكتوره جامعه ازاي كلام غير منطقي بالمره. مين اللي هياخد سندوتشات عسل اسود الصبح يعني هيعملوها ازاي دي هياخدوها في برطمانات يعني ولا ايه يحطوها في ازايز يعني ويشربوا عسل اسود الصبح وتقولي الكيلو ب 36 جنيه كيلو ايه ب 36 جنيه. كمان الارقام اللي بتقولها تحس ان هي عايشه في كوكب تاني يا جماعه يعني الارقام الحاجات اللي هي بتقولها طب ما تيجي تنزل اللي هي اتحداكم ان هي بتنزل تشتري بالاسعار دي مش ممكن استحاله بتجيب الارقام دي منين يا جماعه يعني لما تكتب 1100 اسعار لحوم واسماك ودواجن على مدار شهر جابتها منين دي جابتها منين؟ شوفوا أقل كيلو حاجة من الحاجات دي بكام؟
يعني كيلو اللحمه وصل كام دلوقتي؟ فبتقول لك ايه ده كيلو اللحمه بس لوحده اجي نص الالف جنيه، يعني كيلو اللحمه لوحده اجي كده نص مبلغ الالف جنيه، وايه ويعني كيلو ده ممكن شخصين مش اسره كامله. فالكلام غير منطقي وغير طبيعي وطالع في وقت يعني حرج جدا، وناس بتقول بقى اهم الترند، عايزه تعمل ترند، بص للعصفوره، بص مش عارفه لايه. فتعالوا نشوف تعليقات الناس كانوا كاتبين حسبي الله ونعم الوكيل، فين الايجار والكهرباء والميه والغاز والعلاج والمدارس والمواصلات؟ اكفايه المواصلات صحيح، ربنا يكتبها عليها تعيش بالميزانيه دي، منك لله يا شيخة، فين مصاريف العلاج والتعليم؟ طبعا الناس كلها مستاءة جدا وغضب كبير جدا على السوشيال ميديا. 3000 اسكان رئيس الدولة قال الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه وما يقدروش يعيشوا كمان شخص. كما أود أن أعبر لكم بكل وضوح أن المواطن المصري هو نصب عيني، وجودة حياته هي الهدف المحدد الذي لا نحيد عنه. وبقدر شعوري بحجم الضغوط التي واجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات، وأتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري، وأستمع لكل الأصوات من هنا ومن هناك، واستجابة لهذه الأصوات التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة. ثانيا، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا. 6000 جنيه ده حد أدنى للأجور، تخيلوا ده شخص واحد، 6000 جنيه حد أدنى للأجور والشخص واحد. تخيلوا لما تقول أسرة كاملة 3000 جنيه أسرة كاملة، يعني برضو جابت الكلام ده إزاي وقالته إزاي أصلا؟ يعني جالها الجرأة تقول الكلام ده إزاي؟ حد بيقول لا هي صح يا جماعة لأن هي عايشة لوحدها، أكيد ما هو أكيد الميزانية دي لشخص واحد، يعني مش معقولة الأسرة. يعني صراحة أنا مش عارفة أعلق على أنهي رقم فيهم، كلها أرقام هكس، يمكن تكون هي عايشة لوحدها فمناسبين معاها، ده للفرد الواحد طبعا، ما كتبتش بقى مواصلات وكهرباء وغاز ولا مية، هي كتبت أكل وشرب بس، ده للفرد حضرتك، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. دي بتتكلم سنة كام دي؟ يعني الناس بتقول الأرقام اللي بتقولها دي سنة كام؟ واحد بيقول كلام سليم مية مية وكلام علمي ومخطط له مش كلام وخلاص، ده بس للفرد الواحد، يعني الدكتورة تقصد ان 3000 جنيه دول مصاريف الطفل الذي لا يتجاوز 6 سنوات داخل الأسرة. صح صح، يعني حسبي الله ونعم الوكيل، كلام صح بس الفرد الواحد حسبي الله ونعم الوكيل. هي بتقول يعني الناس برضو اقتنعت ممكن 3000 جنيه دول فرد واحد. طيب لو أسرة مكونة من 3 يبقى 3 في 3 ب9، واخدين بالكم يا جماعة؟ ده غير كمان ايه، ده هي بس حسبت حسبة بسيطة للأكل والشرب، هي حياتنا كلها مش أكل وشرب. هي يا ريتها تيجي على الأكل والشرب، يعني دي في علاج مثلا لازم تجيب علاج دلوقتي حالا، يعني في نزلات برد دلوقتي ماشية اليومين دول جو، يعني كل واخده تقريبا، فالعلاج ده ايه؟ وحاجة كده فجائية، العلاج ده مش هتجيبه؟ هتاكل وتشرب ولا هتجيب العلاج مع الاكل والشرب؟ ما ينفعش برضو علاج هتاخده من غير اكل، لازم تاكل عشان تقدر تاخد العلاج، فالاتنين ماشيين مع بعض. فانت بتتكلم في ايه بقى؟ المواصلات، لو في الناس بتروح اشغالها الصبح بالمواصلات، سواء مترو سواء مواصلات عامه سواء اي مواصله، شوفوا دلوقتي المشوار بس يتكلف كام رايح جاي، لو انت حتى عامل اشتراك كل الاشتراكات زادت. فهي بتتكلم من انهي عصر؟ عصر ايه ده بتتكلم فيه؟ المشكله بقى اللي انا بعاتب على الاعلامي المحترم عمرو اديب ان استضافها امبارح واستفز الجمهور اكتر، يعني انت طالع تجيب لنا ايه بالظبط؟ يعني ثم ده كمان ده وقته؟ ثم انتوا بتستضيفوا مين يا جماعه؟ يعني عمرو اديب للدرجات دي مش لاقي حاجه يقولها في البرنامج عنده راح مستضيفها وبتقول كلام غريب ومريب وكارثي، يعني عدى عليه الكلام ده ازاي؟ وطبعا قاعد يجرجرها في الكلام وازاي بتعملي ايه وازاي بتجيبي ايه وما ينفعش، وقاعد يقاوح معاها في الكلام، كونك انك تستضيفها من الاساس يبقى انت اعطتها اهميه، يعني انت اديت لها الترند اللي هي كانت عايزاه واديت لها اهميه وخلى الاعلام يسلط الضوء عليها. يعني هي كانت اخرها تصريحات على الفيسبوك وشكرا، الترند كان هيخلص في يوم واحد، انما ما يطلعها في الاعلام هتلاقوا بقى ناس لسه بتتكلم عليها في الاعلام وازاي احنا بس طالعين نقول لكم نماذج الترند ده ماشي ازاي يا جماعه.
تقول حاجة ما يعني مستحيلة تحصل تطلع ترند. ازاي تعيش ب3000 جنيه في الشهر؟ لا وأسرة كمان طلعت تقول أسرة. الناس برضو مستغربة فين الإيجار والغاز والكهرباء والمية والدروس طبعا والبامبرز ومصاريف العيال والخزين ده اللي هو إيه إن شاء الله ب 435 جنيه، حتى خليه 500 جنيه يا شيخة، يعني إيه الخزين ده اللي ب 400 جنيه ده؟ الناس حتى يعني 1100 جنيه لحوم بجد هتشتري طول الشهر 2 كيلو ونص؟ وده كلام حد مش موجود معانا في الكرة الأرضية مش لينا دعوة بيه. يعني الناس بتقول دي أكيد مش عايشة معانا على هذا الكوكب، يعني دي أكيد جاي من كوكب تاني. أنتم حاسين بينا؟ يعني ارحموا بالغلابة شوية. يعني في ناس بتقول أنتم مش حاسين بينا، أنتم طالعين تستهزئوا بينا بالمعيشة اللي احنا عايشينها. يعني لما واحدة تقول تصريحات مستفزة زي دي، يعني عايزة توصل رسالة لإيه بالظبط؟ هي قالت ازاي تعيشوا يعني فرد واحد، ما قالتش تعيشوا. يعني الناس بتقول ازاي تعيش، يعني عايزين يجيبوا اي كلمة قالتها، يعني كلام ده الفرد استحالة يكونوا أسرة. يعني يبقى هي عندها شقة وعربية، طيب عملت حساب الدروس والسندوتشات، طيب عملت حساب الكهرباء والمية والغاز وفلوس الجامعة، الناس مطحونة يعني وكمان من غير فاكهة، فين الإيجار؟ يعني بصوا تعليقات الناس، طيب 1100 أسماك 2 كيلو ب 100 جنيه، أرخص أنواع السمك ده كان من كام يوم، وكيلو اللحمة ب 400 جنيه، وفرخة ب 200 جنيه، وتالت يعني فاضل 320 جنيه يوم بانيه ويوم كبدة، وكده 5 أيام في الشهر، فاضل بقى كام يوم؟ 25 يوم في الشهر، يعني العيل اللي نفسه في حتة فرخة في نص الشهر يبقى خلاص يستنى ميزانية الشهر التاني. انا بتكلم عن ميزانيه الفراخ واللحمه والسمك بس، ايه الحاجات اللي ما تكملش معاكي 5 ايام في الشهر؟ برضو منك لله يا بعيده، اكيد جوزك بيصرف عليكي. دي تلاقي هي نفسها بتصرف 30000 جنيه في اسبوع بس، وتيجي تستفزك على الغلابه اللي عايشه بالعافيه. اتقوا الله وخلوا نصيحتكم لنفسكم، فعلا دي اكبر نصيحه ممكن تقولها، انك اتقوا الله، ما تستفزوش الناس الغلابه. الناس الغلابه يعني عارفه تعيش يومها ازاي، ربنا اعلم بيها. لكن 3000 جنيه ده جايباها منين 3000 جنيه دي؟ واسره ازاي يعني؟ ودكتوره كمان وعامله نفسها بقى ان هي اقتصاد منزلي وبتفهم بقى في التدبير بقى، يعني اقتصاد منزلي يعني بتدبر، امسك ميزانيه كذا دبر لنا الشهر كله بكذا. طيب قبل ما تعملي الميزانيه شفتي اسعار اصلا اللي بره عامله ازاي؟ يعني انت حطيتي الميزانيه دي على اي اساس؟ نزلتي وشفتي الاسعار بره في الاسواق عامله ازاي عشان ادي ميزانيه اعمل احصائيه في الميزانيه، ولا انت حطيتي الارقام كده جزافا؟ اصل الرئيس نفسه قال يعني لا فوق الرقم ده خالص، 6000 جنيه وقال الفرد اللي يعيش حد ادنى للاجور 6000 جنيه، يعني اولك 6000 جنيه عشان تعيش بس عيشك كويسه ده للفرد الواحد، وحط حد ادنى للاجور. انت تيجي تقولي 3000 جنيه واسره كامله؟ فيا جماعه بس يعني التعليقات المستفزه او التصريحات المستفزه طالعه دلوقتي في وقت حرج، احنا مش ناقصين الكلام ده بجد. عايزه تعملي ترند اعمليه مع نفسك، لكن الاعلامي عمرو اديب لما يجيبك دي كانت مهزله بصراحه، دي بقى اسمها مسخره اعلاميه. لما عمرو اديب يستضيفك ده لوحده معلش سوري يعني غير مؤهله اصلا انها تطلع وتتكلم، وكلام كله هري في هري وفتشي في فتشي، يعني مش عارفين نقول ايه، بتتكلموا في ايه والناس يعني مغلوب على امرها، بتتكلموا في ايه؟ يعني الناس الغلابه دي تجيب منين؟ طالعين تقولوا 3000 جنيه يعني يموتوا احسن بقى. بالنسبه للايجار والميه والكهرباء يعني ربنا اعلم بظروف الناس، وكل واحد عايش باللي معاه، وكل واحد عايش باللي معاه وماشيها بالستر وبالصحه، والناس مش عايزه اكتر من كده، يعني كل واحد عايش باللي معاه وعارف يقضيها ازاي. لكن بقى انت تعمل له حزب على مزاجك انت كمان، وانت عارف ايه عنده اولوياته؟ ده في ناس يعني ما عندهاش الاولويات بتاعتها الاكل والشرب، عندها اولويات حاجة تانية، في مصاريف تانية، في ديون عليهم لازم تسددها، في سلفات، في حاجات، انت عارف اضرب الناس ايه؟ مش كل حياتهم اكل وشرب، مش كل حياتهم اكل وشرب، في اولويات، مقسمين الفلوس في اولويات تانية. هياكلوا ويشربوا بس، طبعا الاكل والشرب مهمين بس في اولويات، يعني الله ادرى بحال الناس عامله ازاي. لكن انا اطلع بتصريحات مستفزه الان
في ناس بتقول لك بقى شوف بوست العصفوره، اعلام عايز يلهي باي حاجه، يلهينا باي حاجه عشان البلاوي اللي بتحصل. يعني رأفة بالناس، ارحموا الناس الغلابه شويه، بلاش التصريحات المستفزه. احنا مش ناقصين بصراحه، مش ناقصين تصريحات مستفزه، لان الشعب اصلا مش ناقص. وطلعت تضحك، يعني شوفوا حتى صورتها يعني طلعت تتكلم، ولكنها بتتكلم كلام طبيعي وعادي ومنطقي، ومحسسانا ان هي يعني انت بتتفرج على حاجه طبيعيه ومنطقيه، وهنسقف لها في الاخر يعني. يعني ناقص نقول لها الله ده برافو عليك جبتيها ازاي دي، انتوا فاهمين حاجه يعني؟ طلعه طبيعيه وبتضحك، يعني بتستفز الناس وبتضحك وبتقول حاجات غريبه ومريبه وكارثيه بصراحه. يعني دكتوره اقتصاد منزلي في جامعه حلوان خرجت بالتصريحات دي ازاي؟ يعني جات لها الجرأة تخرج بالتصريحات دي ازاي؟ اكتبوا لي في التعليقات يا جماعة ايه رأيكم، هل ينفع أسرة مكونة من 3 أفراد، أنا بقول 3 اهو، تعيش ب3000 جنيه في الشهر وأكل وشرب بس؟ يعني اكتبوا لي ايه رأيكم في الكلام ده. طبعا أنا شايفة يعني قبل ما تكتبوا، أنا شايفة التعليقات عاملة ازاي على السوشيال ميديا، يعني أنا شايفة التعليقات عاملة ازاي على السوشيال ميديا. يلا تحياتي، أشوفكم في حاجة جديدة، كان معكم نيفين جيركس.